اسمي أشرف مصر. أهلا. أول كتبتين اسمي أشرف مصر، كاتب سيناريو وكاتب وكاتب روائي. أنا أتكلم كبار، يعني أنا شايف إنه الحاجات الجذابة جدا في الرواية إحنا لو حسبنا زمن الطبيعي في الرواية اللي هي الساعة ابتدت الساعة 4 و 3 تقريبا وانتهت 4 قبل الساعة 5. الرواية دي بتحصل في دقايق قليلة جدا، وده شايف إنه تمكن كبير، ومحمد وحضراتكم طبعا أكبر مني، إنه تمكن كبير إن أنت في زمن في الطبيعي قليل جدا بتقدر تطرح لي العالم بتاعه. شايف انه في جاذبيه شديده في فكره السخريه، السخريه من اول عنوان، يعني انا مش شايف انه السيد المعفوق ده حب، انا شايفه سخريه بتبتدي طول الوقت تتطور معايا، سخريه من الذات وسخريه من العالم، سخريه من الاخرين، وسخريه بتبدا بالذات وبتنتهي بالذات اصلا في الروايه. الحقيقه ان الروايه فيها يعني شفتها بشكل سينمائي شويه، انه جاب لي لقطات منفصله في النصوص في الاول، وبعد كده جاب لي النص الاكبر او المشهد الاكبر اللي بنشوفه على الكوبري. انا بحييه جدا وواقع في غرام الروايه دي بشكل صريح بعيدا عن صداقتنا.